هالاسبوع على اوتو فوكس رح نكون مع اوبل ويك، رح نكون عم نتعرف على كل جام سيارات من شركه اوبل واكيد وكاله حصريه تكنو كارز. من خلال هالاسبوع رح تكونوا عم تستفيدوا من كثير اوفرز من شركه اوبل، ومن خلالها كمان رح تزوروا السوشيال ميديا الموقع تبعهم على فيسبوك facebook.com/opellebanon، واكيد رح تكون عم نستقبل خليل عبود سيلز مانجر بشركه اوبل وبشركه اكيد تكنو كارز. اهلا وسهلا فيك باوتو فوكس خليل. اليوم رح نكون عم نحكي عن اوبل از ا كومباني بالعالم وكمان بلبنان، فخلينا نعرف اكثر عنها. اوبل فيليب بالمانيا هي من شركات العريقه، اقدم شركه بيوروب بتصنع سيارات، بعدها موجوده من سنه 1862. يعني عمرها الشركه 152 سنه. عم بيبيعوا مليون سياره بالسنه. واليوم حاطين الاوبل الاسترا عرفتوا عنها موجوده. اكزاكتلي. الوكيل بلبنان هو تكنو كارز ضمن جروب ابو زيد، يلي حققوا نجاحات بكثير قطاعات واهمها اللي هن الخدمات الماليه. وحطوا من اولوياتهم واستثمارهم بثلاث اشياء كثير مهمه للمستهلك اللبناني. اول وحده بالجراج، ثاني وحده السبير بارتس، وثالث وحده السعر. اوكي، يعني الزبون اهم شيء. زبون اهم شيء اكيد، لانه الزبون لما يكون مرتاح بيغير سيارته، بيرجع بيجدد وبيجيب ناس بيعرفهم حتى يشتروا. نحن اللي عم نعمله انه عم نجرب نريحهم بالورك شوب، مشان هيك صار عندنا اكيب مجهز متدرب حاضر لكل التصليحات المطلوبه. عندنا كمان خصومات عاملينها على السبير بارتس اللي هي استثمرنا فيها كثير وصارت موجوده ورخصينا كمان عن قبل. وعندك السعر اللي عم بيكون كثير منافس مع السيارات الموجوده بالسوق الاوروبيه وغير اوروبيه 100%. لكن اليوم رح نكون عم نتعرف على الاسترا، ومن بعدها رح نكون عم نعرف ليه اذا شينا اوبل رح نكون عم نريح راسنا اكثر. الاسترا خبرنا اكثر عنها. الاسترا اخذت اوورد بيوروب اللي هي سيفتي تيست 5 ستارز، واخذت كار اوف ذا يير كمان من فتره. الاسترا هي اذا بدك بتتذكروها القديمه الاوبل كادت بالتسعينات، اول التسعينات صارت استرا. صارت استرا هلا هيدي الكاتريام جينيراسيون، هي بتصور فلاج شيب كار كمان لاوبل. مزبوط مزبوط، لانه السيارات السيارات القديمه اللي كانت وعملت مبيعات بنسبه كثير كبيره. اليوم الاسترا اللي عارضينها هي الهاتشباك او الفايف دورز، عم بيكون الانجن 1.6 116 حصان. عم بتكون performant safe stability بذات الوقت كمان comfort، لانه الكومفور لما تقعد فيها خاصه بالعجله ضد الوقت بلبنان على الطريق صحيح. بدك تكون قاعد بسيت تكون كثير مرتاح فيه. فينا نجربها للسياره اذا بتحب تقعد فيها مفتوحه. اكزاكتلي. رح نشوف، نعزمكم لداخلها للسياره ورح يكون عم خبركم اكثر عنها خليل. صراحة الكابن كثير مريح، الهيد سبيس كمان، واكيد عم نحكي باسنجرز. الانتيريور عم بيكون كثير حلو من ناحية الارجونوميك ديزاين اللي بالداشبورد. عندك الستيرنج ويل بيجي كمان ليذر، ستيرنج ويل مع كروز كنترول والكوماندز تبع الراديو. عندك راديو سي دي مع ام بي 3 يو اس بي اوكزيلوري لكل اللي بيحبوا يسمعوا ميوزيك وينبسطوا فيها. ايرباجز، عندك اربع ايرباج للسيفتي وان شاء الله ما تعوزهم. عندك اي اس بي للستابيليتي مع اي بي اس واي بي دي للديستريبيوشن تبع الفريناج على الدوليب، على الاربع دوليب. اوكي، بما انه عم نحكي عن الدوليب، عندك الجنوطه بيجو 17 انش كمان، اللي هي المواصفات اللي عم نحكي عنها منا موجوده باكثريه السيارات المنافسه لها بنفس الكاتيجوري. عم بنفس تاخد الكاتيجوري اللي هي فيها عم بيكونوا اقل اوبشنز. اوكي، هيك سياره عم تقول لي فيها كل هالاوبشنز، عم تقول لي بتنافس اهم السيارات بالكاتيجوري تبعها، قد ايه سعرها؟ سعرها 27200 اكسكلودينج في اي تي. بتقول لي اكثر بكثير. لا لا، ما عم اقول لك انه عم نظبط الاسعار وعم بكون اسعارنا تنافسيه، وخاصه بالاستثمار اللي حاطينه جروب ابو زيد، انه بدها ترجع تاخذ اوبل
ماركت شير مهمه، ماركت شير مهمه، وترجع تاخذ محلها بالسوق اللبناني. بيرفكت، لانه وقت ما بنشتري اوبل عم نحكي عن ناس رح يكونوا عم يهتموا فينا 24 على 7 صح. من بعد ما نكون شرينا السياره بحسب 24 hours roadside assistance. عندك كمان اكيد الوارنتي اللي هي 2 years unlimited mileage. عندك اللي بيحب يسوق يجربها، عندنا تيست درايف عم بيكون مأمن بالشوروم على جاليري سمعان، بيتصل تياخد موعد. وبما انه هلا الصيفيه عم نعمل سمر تشيك اب للي معه اوبل ويحب يفحص الاي سي، وكمان فيو بوينتس فيها كمان بيتصل فينا على 271-771. خلي عبود، ثانك يو سو ماتش انك خبرتنا عن الاسرار. اكيد كل هالاسبوع رح عم نتعرف على سيارات اوبل باوبل ويك على اوتو فوكس. انتم بالبيت انتم عم تشوفوا كمان الفيسبوك بيج تبع اوبل، فيكم تشوفوا الفيسبوك بيج تبع اوتو فوكس كمان اوتو فوكس ام تي في، وبنفس الوقت wheelers.me اكيد هو الموقع اللي فيكم تشوفوا كل السيارات. بدي اقول لك فيليب، عندنا للاسترا عاملين فري ريجستريشن كمان، ما هيدا هي كنا نقولها facebook.com.lv/opel-lebanon. لايك ذا بيج، فري ريجستريشن، عم تستفيدوا من سعر كثير بجنن 27,250 دولار. فنحن عم نشوفكم بحلقات لاحقه. بوتو فوكس، تشاو.